لشاب أمه مريضة بوباء كورونا. حرم ذلك الشاب أن يزور أمه أو أن يتابع حالتها، وإذا بهذا الشاب يتسلق حائط المستشفى كل يوم ويبيت على شرفة غرفة أمه في المستشفى، يبيت كل ليلة ولسان حاله: أماه لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي فهل يكفيك حبي؟ كأن لسان حاله: أماه خذي من صحتي ولا تمرضي، أماه خذي من فرحتي ولا تحزني. ولكن في صباح الأمس رحلت أمه وانتقلت رحمة الله إلى رحمة الله. فيا من تنتظر أمهاتكم في دور المسنين، أعيدوهم إلى البيوت. يا من عققتم أمهاتكم، أعيدوا البر إلى قلوبكم.